حقيقة لخبر مهم جدا وراه على طول صورة غريبة. الخبر بيقول انه ده خبر ايجابي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء طلع تقرير كشف انه في عندنا انخفاض في عدد حوادث السيارات خلال النصف الأول من العام الحالي اللي هو من يناير ليونيو 2018، لو قارنا الفترة دي بنفس الفترة يناير ليونيو من 2017، وانه عدد الحوادث للسيارات خلال النصف الاول من العام الحالي كان 4426 حادثة. الرقم يبدو كبير وهو كبير طبعا ما فيهاش كلام، لكن الفكرة انه بيشكل انخفاض قدره، يعني عدد الحوادث دي اللي هي ال 4426 حادثة دي اقل، العدد ده اقل ب 1410 حادثة عن نفس الفترة في 2017 اللي بلغ عدد الحوادث فيها 5836 حادثة. التقرير كمان بين انه عدد المصابين في هذه الفترة بلغ ال 5936 مصاب مقارنة ب 7217 مصاب في العام الماضي، وعدد الوفيات كان 1560 متوفى مقارنة ب 1929 في 2017. الأرقام طبعا ما زالت كبيرة، يعني الأرقام أكيد كبيرة وكبيرة جدا كمان، بس في عموما انخفاض عام في عدد الحوادث، والجهاز التعبئة العامة والإحصاء يعني هي مهمته أنه يطلع التقارير دي بالأرقام، فده بقى الوزارات التانية المعنية والجهات التانية المعنية بتبقى بتاخد بقى الأرقام دي منه، بتبقى أرقام accurate أو دقيقة وبيشتغل عليها في كل على حدة بقى، يعني كل واحد في الجهة الخاصة بيه. النهاردة